قبل ما نروح لفقراتنا، انا عايز استاذن حضراتكم. امبارح فقدت مصر وفقدت الامه العربيه كلها واحد من اجمل المبدعين ومن اهم المبدعين، اسم ممكن كتير مننا ما نركز معاه غير لما نفتكر الابداعات اللي قدمها. امبارح رحل عننا الموسيقار الكبير ميشيل المصري. ميشيل المصري او ميخائيل نخله. ميشيل المصري اتولد سنه 1933، دخل معهد ليوناردو دافنشي للفنون الجميله، وكان في الوقت ده كان كله اجانب، عشان كده سموه ميشيل. ميخائيل اتحولت لميشيل وسموه المصري لان ما كانش فيه مصريين كتير موجودين في هذا المعهد. وبعد كده التحق بمعهد الموسيقى العربيه اللي كان في وقتها اسمه معهد فؤاد الاول. ميشيل المصري عزف اخر مع ام كلثوم في اخر 4 سنين، عمل تترات عظيمه، ليالي الحلميه، الحاج متولي، أولاد آدم، وأعمال وأعمال كتيرة جدا جدا هتبقى في ذاكرة هذا الوطن وفي ذاكرة الإبداع المصري.